انا من الناس اللي فعلا بتحب فيلم يوم مر ويوم حلو، بتحبه زياده عن اللزوم الفيلم ده، لانه الفيلم ده مليان سينما ومليان تمثيل. صح. وكل اللي مثلوا في الفيلم عملوا ادوار اعمارهم من وجهه نظري واستحملين يعني حقيقي. يعني مثلا شوفي منير مثل افلام كتير خالص، برافو عليك. صح، ده احلى فيلم عمله منير. ربنا يديك الصحه كينج. ده جميل، ده جميل. على فكره مع احترامي ليك، انا بشوف ان اسمه هو لوحده صفه. يعني اي فنان، عمرو دياب او منير او اي فنان، طبعا اللقب اللي بيحطوه له ده لذاذه كده وبتاع، بس انا بشوف ان اسمك يدل على صفتك على طول. فانت منير. اما تقول منير مش مضطر تقول كينج، لان هو منير. منير، لا منير ده حدوته. انا بصراحه حدوتة. استمتعت بالعمل معاه بصراحه، فعلا انبسطتي جدا جدا، لان احنا كنا عبله وحنان وسلوى بدر، ويعني ناس كتير، واحمد حسين، بجانب طبعا العظيمه فاتن حمامه طبعا. ف لا، كنا الكواليس بتاعتنا مش زي ما هما بيقولوا، فعلا اخوات. فعلا يعني كأننا متربين مع بعض، حاجة غريبة جدا، وعلاقتنا كويسة لغاية دلوقتي. وسلوى اللي هي أختي الزغنطوطة اللي كانت عيانة على طول في المستشفى، علاقتي بيها كويسة لغاية دلوقتي، لدرجة إن هي كانت بتخوف ابنها بعيشة قنديشة. قصدي والله تقول لي عشان يذاكر، اقول له هجيب لك عيشة قنديشة. يعني قصدي انا علاقتي بالناس ما بتنتهيش بانتهاء العمل، الا لا سمح الله لو توفوا او كده بترحم عليهم زي الاستاذ جميل وغيره وغيره. لكن طول ما العلاقه يعني اتقابلنا اتكلمنا اشتغلنا، بتفضل العلاقه شغاله، بدليل ان الفرقه دي فرقه من اول بداياتي. يعني اصحابنا دول موجودين معاكي من البدايه اغلبهم، لدرجه انه مثلا مصطفى طبعا، باسم كان صغير، باسم منير كان صغير وقتها. لكن هقول لك ان جونيور هو يعني الطبلة، هو عمه، يبقى هو الطبال كده لما بيسافر، فهو كده يعني، فاهم قصدي؟ يعني فسمته في توارثات كده، كلهم اصحابي. هاني الشيخ يعني من سنين، من سنين. يعني انا بحتفظ مش بس بالصداقه الفنيه بقدر ما هي صداقه انسانيه. بالمناسبه، وانا افتكر ان ده جزء من اللي مخلي واحنا بنسمع واحنا بنتفرج لسه الغنوه ليها نفس الروح، هي انه العازفين والموسيقيين اللي قاعدين بيلعبوا الغنوه هم اللي لعبوها قبل كده. ايوه، وسيمون هي. بنحاول بس نعمل ايه؟ بنحاول ان احنا يعني مثلا احنا عشان هنا ما فيش جمهور، الغنى المباشر اللايف يعني المباشر ده بيبقى جزء من اهميته بالنسبه لي انا. الناس اللي موجوده والتفاعل معاهم يبقى احلى، او تبقى احلى الحلقات دي لو فيها جمهور. صح؟ طبعا. يا اجي انا اقعد ازن بقى على زمايلي المسؤول عن الموضوع ده، فان في الحفلات اللي زي كده يبقى في معنى جمهور. هتختلف تماما، خصوصا ما يكون في حد بيغني مباشر كده. يعني طبعا بيغني، بيبقى في تفاعل اكتر، بيبقى يعني انا دلوقتي مثلا بتحرك بغني لوحدي كده، ويا دوبك بس الناس الجميله اللي ورا الكاميرات بيبتسموا لي، فبس. لكن لا، بس احنا مبتسمين من قلوبنا الحقيقه. الله يخليك، بكلمك بجد. طيب